متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة بقناة أحمد تكنو بعطل جديد إن شاء الله. نتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك، واللي ما فعل زر الجرس يفعله حتى يجيك كل شيء جديد إن شاء الله. اليوم جتنا هاي الليزرية على هالدكان، حطيتها بالكهرباء شغالة تمام، شغلت لاحظ العطل، شايفين العطل E2 ايرور 2، وغالبا ما بيكون هذا العطل E2 هو عندي انا في مشكلة بالتغذية، يعني في عندي دارة مقارنة ما بين، طبعا احنا حكينا في قسمين تغذية تمام، ما بين قسم التغذية العادي اللي هو مكون 4 ديودات مع قسم التغذية بيروح لترانسفور موسفيت اللي هو جسر التوحيد تمام. في عندي مشكلة بهالمنطقة هاي تمام، اغلبها هي يعني مشكلة كهرباء تمام. راح نفك الليزرية او الطباخ الليزري او الطباخ التحريضي، تتعدد الاسماء ولكن المنتج واحد تمام. هذا هو E2، بنفك ونشوف شو العطل ونصلحه سوا ان شاء الله تمام. يلا ورجعنا لكم بعد ما فكيناه. هذا القلب الداخلي مثل ما كنتم شايفين تمام، نظرة خارجية ما في شيء، عندي تلف او كسر خارجي، في عندي احتراق هون بالكبل شايفين، يعني ما له هالتأثير، بس في عندي احتراق انه هذا الاحتراق من الناتج ملامسته للملف التحريضي هذا يؤدي لاحتراقه تمام. مبدئيا احنا قلنا في عندي انا قسم تغذية هون مكون من 4 ديودات مع مكثف التصفي، هذا قسم واحد. القسم الثاني شو هو؟ القسم الثاني هالجسر هذا تمام. فانا عندي مشكلة في دارة المقارنة ما بين هالدارة التغذية هاي وهالجسر هاد، فالمنطقة هاد في عندي ضعف تغذية. إذا تحليل العطل E2 شو هو E2؟ هو عندي أنا انخفاض بتغذية، انخفاض بالتغذية مستمرة تمام؟ لما عم بقوم بمقارنة ما بين الجسر التقويم مع دارة التغذية هاي تمام؟ دارة المقارنة هاي عم تعطيني إنه في عندي انخفاض اللي هو ايرور 2 تمام؟ أنا راح أقوم بعملية الفحص التأكد منه تمام؟ الديودات، نقاط اللحام بشكل عام، وبنرجع بنشوف. ورجعنا لكم بعد ما اخذنا بشويه فحوصات تمام، نرجع بنحلل العطل E2. E2 هو عندي انا مشكله في دارة المقارنة، بتقارن ما بين التيار بين هالدارتين التغذية، هالدارة هون مكون من 4 ديودات وهالجسر هاد جسر التقويم تمام. E2 يعني بالاخير هي عبارة انه انا في عندي ضعف في التغذية تمام، في تغذية الدخل اوكي تمام. انا وين بدي اشتغل بالعطل E2؟ بالعطل E2 يعني انا كفن الصيانة انه شو لازم افحص؟ هلا انت بتيجي بتفحص الديودات الموجودة هون شايفينها ال4 ديودات، لاحظ شوي خلي بس تعمل زوم الكاميرا. طبعا انا هون في ديودات ورجعت لحمتهم كالعادة من برا مشان نشوفهم تمام. في عندي 2 هون وفي عندي 2 من تحت تمام. طيب انا بالنسبة لي شو بدي اشتغل؟ حتى لو فحصت الديودات ما ببين عليك التسريب، اذا كان فيهم عملية تسريب للديود ما راح يبين عليك، او حتى بالجسر هذا تمام. فانت هون كفن الصيانة لازم تقوم بعملية انه ايش، انه انا بدي اجري محاولات، يعني بغير الجسر وشوف النتيجة تمام. ما غيرت معي، بيجي على الديودات الاربعة هن دار التغذية هون تمام، كمان بدي يغيرون شايفينه تمام. طبعا انا هون كمان شو سويت، غيرت الكبل، شايفينه الكبل المحروق افضل لانه في عندي شايفين كبل هون تالف غيرته. احيانا كمان ممكن الكرت اذا كان في شورت كرت اللمس بيعطيني 2، ولكن اغلب اعطال 2 اللي هي بتتمثل بالجسر التقويم تمام، او بالديودات الاربعة تمام. انا حصلت معي غيرت الديودات الاربعة، انا طبعا ليش طلع شلون غيرت لك اياهم من هون مشان تشوف عملية انه انا بدلتهم تمام. انا هلأ طبعا راح فكهم واحطهم من بورد من هون تمام، بس انا بدلتهم مشان نبين علي شو اللي اشتغلت فيه. وغيرت الجسر، اول ما غيرت الجسر ما استفدت شيء، اعطاني نفس الشيء. طبعا نرجع بنقول عملية فحصانه للجسر حتى لو فحصته بيعطيك شغال سليم، نحن عم نحكي عن تسريب، تسريب عكسي للتيار، تسريب عكسي للتيار طبعا هذا موجود في الديود تمام. حتى الديودات غيرت الديودات 2 3 4 تمام. بس في عندي شغله غيرتها حتى حصلت على ايش، صيانه للعطل E2 تمام.
طبعا دائما بالصيانه في اسرار، يعني هذا العطل اللي انت عم بتشوفه هلا على اليوتيوب بلحظه انه انا شفت هذا العطل رحت نفذته عندي بالسلام، ولكن انا بالنسبه لي احيانا بيتطرق معي ساعه ساعه ونص واحيانا ساعتين لحتى اكتشف العطل بهالبورد الصغير هذا شايفينه. يعني فك الجسر ما زبط، فك الديودات ما زبط، برجع بفحص المقاومات، احيانا ما بتعطيني المقاومه شكلها او انه قياسها الصحيح على البورد، بضطر اني فكها اقرا قيمه الوان المقاومة قارنة بالافو لحتى احصل على قيمتها او اذا في عندي مشكلة. تمام انا هلا غيرت الديودات وفي شغلة طبعا غيرتها بالبورد هون، طبعا هي عبارة عن مقاومة كمان غير الديودات غيرتهم، وفي مقاومة غيرتها. تمام هلا راح ارجع بس طبق تطبيق مبدئي للشاسية تمام وبشغل وبرجيكم شو صار معي بالعطل. تمام خليكم معنا. اوكي تمام هلا انا بالنسبه لإلي حرب شوي هيك تمام راح ركب البورد. انا حتى اللوحه فكيتها شايفين، حتى اللوحه فكيتها عم بتستفيد اذا في خلل لانه مثل ما قلنا احيانا بيعطيني باللوحه في عندي خلل. تمام هلا بركب الجاك هون. اوكي تمام وهلا بحط لوحه المفاتيح وبحط مثل ما قلنا نحن عم نجرب ايش تجريب مبدئي. تمام هلا انا بدي احط بالكهرباء وشوف شو صار عندي. بسم الله تمام عيننا على اللوحه. هلا شغلتها تمام. انا هلا بدي اشغل، شو كان عم تعطيني اثنين، هلا بشغل لاحظ شو صارت اي صفر. تم صيانه العطل تمام، تم صيانه العطل ان شاء الله. هلا بدي ارجع اطبق وجرب عمليه تسخين صارت ولا لا. اذا العطل اي 2 تم اصلاحه مثل ما قلنا، تم تغيير الديودات. انا بالنسبه لي غيرت الجسر اول شيء، بعدين ما حصلت على نتيجه غيرت الديودات وغيرت مقاومه. تمام قيمه المقاومه هي سر العطل، وتم تصليح او تم صيانه العطل من اي 2 لاي 0. راح ارجع اطبقها بشكل الصحيح ونجرب وبرجع لكم. وهي رجعنا لكم بعد ما طبقناها، شايفين عم تعطيني اي 0. تمام هلا راح اجيب وعاء، انا راح اجيب وعاء وسخن وشوف يا هل ترى راح تكون بعملية التسخين ولا لا. بسم الله تمام اللوحة شغالة مثل ما شايفين عم تعطيني 2200. بيجي لهون على الوعاء بده يبلش يسخن ولا لا. تمام نشوف كأنه بلش البخار يتصاعد. تمام معناتها ان شاء الله تم الاصلاح. طبعا انا عم بفحصها فحص مبدئي كمان، كانت المروحة كتير حركتها تقيلة، مثل ما ان المروحة اذا كانت حركتها تقيلة بتساوي لي مشاكل، بتعطيني ايرور 5 او بتصير بتشتغل بتفصل الليزري. تمام اذا تم الاصلاح بنجاح. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشوفكم فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.